هذه الحلقة نجوب داخل عالم تطور الشاشة الفضية وكيف كان لها التأثير المستمر في ثقافة شعوب البلاد العربية. يلي حبوا السينما بلشوا يطلعوا برات لبنان يدرسوا. الإحصائيات أنه أصبح كيهتم كبير بالسينما المغربية. الدليل هو إنتاجه ديال عدد كبير ديال الأفلام في السنة اللي وصل حتى ل 25. أكيد في محاولات لبعض الأشخاص لعمل سينمات، ولكن لا أعتقد أنه لاقوا استجابة من الجهات الرسمية، إذا كان على صعيد الدعم أو على صعيد التصريح.